إخواني أخواتي متابعي قناة راعي الغنم بالأطلس المتوسط، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. نضل من برا الإخوان تنقدم الشكر أحلى متتبعين، شكرا على التعليق ديالكم الإخوان، تحياتي للناس اللي متبعينا في صمت، تحياتي لهم. فلوك ديال اليوم الإخوان، احنا متواجدين في أداروش النواحي ديال أزرو. الاخوان غادي نشارك معكم، ني كنا زرعنا الفويليه، الناس المتتبعين غادي يعقلوا على الفلوك. انا صراحه الاخوان يعني ما عمري جيت هنايا، من نهار اللي زرعناها ما عمرنا جينا نشوفوا، واش صراحه مازال ما خرجتش. ما نعرف هادي واش ديالها ولا ماشي هي. هنا الإخوان مازال ما خرجتش، ولكن يمكن هي هادي، عاد شي حبات عاد تيخرج. هي هادي هي هادي عاد تتخرج، والله يدير الخير، نتمنى من الله تيتين. حبات لي مخرجين قلال، لي مخرجين بالنسبة ل كنت عطلنا شوية ديال الزريعة، وزرعناها في واحد البلاصة الفوق. بالنسبه لديك البلاصه طلينا عليها هذه شي 3 ايام ولا 4 ايام، كنا جينا لقيتها مخرجه، لكن هنا مازال بعيده. هي هذه قاعد حبه مازال هنا، عاد تتخرج الاخوان، نتمنى من الله تيسير، الله يدير الخير. قليلة مازال قليلة، شي حبيبات اللي غتخرج. ما هي هادي تبارك الله راه تتخرج، نتمنى من الله التيسير، الله يكمل بالخير. بالنسبة للجهة الفوقانية اللي دزت غادي نصورها، الجهة الفوقانية الإخوان يعني تبارك الله صراحة، هي هادي هنا متخرجة، هاد الحبة هنايا نقد سوا. كما قلنا الاخوان بالنسبه للجهه الفوقانيه تبارك الله مخرجه مزيان، ولكن تما درنا لها زرعناها مع الملحه، الارض كانت حرشه شويه زرعناها مع الملحه، الملحه ديال 21 اللي درنا معها، وتبارك الله تما جايه. مازال غادي ندوزو لتما وغادي نصورها معكم. الحمد لله هاد الشتا هادي اللي طاحت مؤخرا الحمد لله عليها. هادي راه مخرج، هاد مخرجين، هادي راه كانت بقات زريعة، ولكن راه ضروري تيوقع هادشي. ايدي الله يدير الخير. هذا الاخوان الشعير اللي كنا زرعنا هاديك الساعة، الحمد لله تاهو راه مخرج، ولكن قليل شوية، يعني غير هاد الشتا التالية هي اللي شداتو، هاد الشتا اللي طاحت مؤخرا هي اللي شداتو. والله يدير الخير، نتمنى من الله تيسير،
تحياتي لكم. اللي مازال ما بيناش زري عقلي غير شي حبات اللي مخرجين، نتمنى من الله تيسير. نشوفوا الغنمرة على الفوق، ندوزو نشوفوها. كما قلنا لكم الاخوان، بالنسبه للغنمرة الوالده هبطناها من الجبل. الناس المتتبعين غادي يشوفوا الفلوك. الله يدير الخير، نتمنى من الله التيسير. تحياتي لكم. بالنسبة للغنم الوالدة الإخوان، هي هذه فرق كبير ما بين الغنم ديال الجبل وديال الأضاروش. الجبل راه كما شفتوا راه الحال بارد، ولكن هنايا راه الأرض سخونة تبارك الله. الغنم تيعجبها الحال. الله يدير الخير. هنا الإخوان هادو هما المعيزات اللي كنت ديك الساعة شريت صوبتي محضيت، لكن شاركت معكم الإخوان. كنت شريتهم يلا عاد حيدنا لهم ولادهم تما في السوق، شريتهم رواسيات. تبارك الله الإخوان راه ولاو واحد جوجات. هادي النت اللي حدا العتروس، هادوك ثلاثة النت هما هادوك جوج العتروس. هاد جوجات هما اللي والدي اللي حدا العتروس، درت لهم هاد العتروس ديال لاروي. نتمنى الاخوان يعجبكم الفلوق ديال اليوم. تحياتي لكم من يوميات راعي الغنم بالاطلس المتوسط. حنا متواجدين في اضاروش. تبارك الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله يدير الخير، الله يرحمنا. شتي واللي طاح تبارك الله، يعني البركه الحمد لله ما سقطاش. الحمد لله على كل حال.